الرينج دينجر ناس كتير جدا بتطلبها مني ومحدش عارف الخطر بتاعها للاسف. الرينج دينجر عباره عن ان كايروبراكتور زي ما بتشوفون في الفيديوز بيجي يلف الفوطه حوالين الرقبه بتاعت العيان وبعدين يروح ماسكها وبعدين سحبها لفوق عشان يفك الالتصاقات اللي ما بين الفقرات بتاعت العمود الفقري. احنا طبعا كاستيوباث احنا مستحيل نعمل حركه زي كده لان احنا عارفين مدى خطوره حركه زي كده على الفقرات وعلى الاعصاب. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها الليرمت ساين، والليرمت ساين دي علامه اصلا المفروض ان هي باثولوجيكال او علامه مرضيه. العيان بيروح عامل راسه كده فبيحس بكهرباء بتجري على طول العمود الفقري وعلى الايدين والرجلين، ودي مشكله لو فيها انزلاق غضروفي قوي وراح لامس النخاع الشوكي بتحس بكهرباء بتجري في العمود الفقري كله. فساعتها كمان بتشوف الكايروبراكتور يروح باصص له يقول له وصلت لاخر العمود الفقري، وصلت لغايه فين، والكلام اللي بتسمعوه ده. طبعا عشان تنفذ حركه زي دي انت محتاج تفاجئ العمود الفقري، المفروض ان العيان يكون مرخي نفسه خالص. طبعا لو العيان مرخي عضلات الفك بتاعته وانت رحت سحب السحبه دي ممكن هنا يحصل خلع في الفك. القوه المطلوبه عشان تخلع فقره عنقيه من الفقره الثانيه هي 15 كيلو. تخيل بقى مثلا عيان انت شايفه وزنه 100 كيلو وبعدين بتروح ماسكه من رقبته وسحبه السحبه دي وتلاقي العيان كله بيتحرك على السرير. طبعا دي حاجه تخيل ايه اللي ممكن يحصل، عضلات رقيقه جدا وغضاريف ضعيفه جدا، اعصاب ضعيفه جدا في الفقرات العنقيه. زي ما انتم شايفين المنظر هنا عندنا الاعصاب الطرفيه دي اللي خارجه للدراع، والاعصاب اللي خارجه من هنا كمان خارجه للجهاز الهضمي كمان، شرايين هنا طالعه للدماغ بتدي الاجهزه بتاعت البالانس واجزاء مهمه جدا من المخ. هنا كمان بيطلع اعصاب مهمه جدا من جذع المخ، وهنا موجود جذع المخ، وهنا الاعصاب اللي خارجه من جذع المخ زي العصب الحائر ده بيدي الجهاز الهضمي، القلب، وبيدي الرئه، وبيدي الثايرويد جلاند او الغده الدرقيه. عندنا مثال مثلا العصب المكشوف هنا اللي في الكوع ده لو اتلمس هنا بيكهرب ايدك كلها وينملها، هو ده نفس الاحساس اللي انت بتحسه مع الرينج دينجر، حته ان الفقره هتلمس النخاع الشوكي فتحس ان هي جريت في عمودك الفقري كله. المشكله الاكبر كمان ان في اقل من 0.5% من البوبيوليشن او من مجموع الناس في العالم كله ما عندهمش رباط بيربط ما بين الفقره الاولى والثانيه العنقيه، والفقره الاولى والثانيه العنقيه دي بيبقى جواها جذع المخ. لو هو ماسك الفقره من هنا وراح ساحبها لفوق ومفيش الرباط ده ما بين الفقره الاولى الثانيه العنقيه ده ممكن يقطع قطع كامل للنخاع الشوكي ويسبب الموت في الحال. هل الكايروبراكتور اللي بيعمل لك التكنيك ده هل ايده مظبوطه ان هو ما يعديش ال 15 كيلو من التنشن؟ هل الكايروبراكتور اللي بيعمل لك التكنيك ده عنده الجهاز اللي هيقيس بيه ايه هو التنشن المظبوط بالظبط ان هي تصلح وضع الفقره؟ اصلا الفقره محتاجه تكنيك زي ده عشان تتصلح؟ رجاء يا جماعه ما حدش يطلب التكنيك ده، التكنيك ده خطر جدا وما ينفعش حتى لو واحد معاه شهادات ايه يعمل التكنيك ده، ممنوع ممنوع ممنوع، التكنيك ده خطر جدا. ونتمنى دايما نشوفكم بصحه وامان.